تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي، يعني عبارة عن نافذة مفتوحة. هذه النافذة اللي نستقبل فيها ملاحظاتكم، آراءكم، اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم بشكل أو بآخر في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فأسعد الله أوقاتكم جميعا مستمعين، وحياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة. طبعا البرنامج بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، وبرعاية من دكتور نيوتريشن. أرقام التواصل معنا 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على الرقم 4006، وأيضا موجودين معاكم على إنستغرام نور دبي وعلى إنستغرام هيئة الصحة بدبي DHA_دبي. يا هلا فيكم جميعا، طبعا صباحكم سعادة. وايد بعيد إنستغرام الهيئة، انزين صبحكم الله بالنور والسرور. عموما يا مرحبا وسهلا فيكم. عموما مستمعينا ننوه بس بالوثائق المطلوبة لمشروع سلامة. الوثائق المطلوبة هي أول شيء اللي عندهم أي مراجعات خاصة في مستشفى راشد، مركز دبي للأمراض الجلدية، عيادات المطار، مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، ومركز البرش الصحي. يبو الله يخليكم معاكم الوثائق الرسمية اللي هي الهوية الإماراتية، البطاقة الصحية، وبطاقة التأمين الصحي إن وجدت. طبعا هذا الكلام ليش؟ عشان تسجلون بياناتكم ويربطونها بمشروع الملف الطبي الإلكتروني الموحد سلامة. وهذا الإجراء مثل ما نقول نحن هو لمرة واحدة فقط، وضروري جدا للحصول على الخدمات الطبية بأبسط الإجراءات. زين يا جماعة الخير، قلنا نحن تكلمنا عن فوائد سلامة هذا الملف الطبي الإلكتروني، وتكلمنا يعني المستقبل وين رايحين من خلال من خلال تطبيق هذا النظام. قلنا أن الملف الإلكتروني قبل بدال ما أنت تسير العيادة ولا تسير المستشفى، في كل مستشفى عندك ملف يبونه، هذا الملف يشلونه من بالمراسل، المراسل يأخذه يطلع لك إياه وشي وين موجود، بعدين يأخذه يودي عند الدكتور والدكتور يشوفه، وعندك ملف هني وملف هناك وملف ما أدري وين. هذه كلهم جمعوهم إن شاء الله بيكونون تحت صيغة واحدة، متناول في متناول اليد وين ما تروح إن شاء الله، وإن شاء الله يتم تعميمها على كافة المراكز، يعني الفيز أو المرحلة الثانية يكون على كافة المراكز وكافة المستشفيات اللي تابعة لهيئة الصحة. عموما هذا خلنا نسويه ريستارت بعد 1 hour عشان ما يوقف علي وأنا في البرنامج، خلي يوقف على مرهان كيفه. زين ميرا معصبة معانا اليوم في الإخراج، أيمن سرحيل، وفي التنسيق معانا ميرا الغفلي، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي. صباحكم هي والله سامحونا عاد لحظة هذا لازم نخشة. زين ما أروم أقول على الإذاعة. عموما اللي على اللايف الإنستغرام هم عارفين عن شو نتكلم. دراسة حديثة تؤكد أن تدخين السجائر الإلكترونية يرتبط بزيادة خطر سرطان المثانة.
أظهرت دراسة حديثة أن تدخين السجائر الإلكترونية مستمعين الكرام يزيد من خطر الإصابة بسرطان المثانة، وهو ليس أكثر أمانا من السجائر التقليدية. إنزين ما سمعنا إلا الملف على الدكتور وعلق، منعيد مرة ثانية إن شاء الله على سير الحلقة. عموما هذه الدراسة أثبتت أن هذه السجائر الإلكترونية ليست أكثر أمانا من السجائر التقليدية. يقول المعد الرئيسي للدراسة الدكتور سام تشانغ أستاذ الجراحة البولية بمركز فاندربالت إنغرام للسرطان بمدينة ناشفيلي الأمريكية. طبعا أنا هذه الأماكن كلها أول مرة أسمع فيها، لكن يعني ما نكمل بما أن الدراسة موجودة، هي دراسة أمريكية. يقول من المعلوم لدينا أن التدخين التقليدي يزيد من خطر سرطان المثانة، ونظرا للزيادة الكبيرة في إقبال الناس على تدخين السجائر الإلكترونية فمن الضروري أن نعرف ما إذا كان تدخينها يرتبط أيضا بزيادة خطر سرطان المثانة. وبحسب معدي الدراسة فإن الفحوص المخبرية للأشخاص الذين خضعوا لهذه الدراسة أظهرت أن التدخين السجائر الإلكترونية يترك ضرارا في نسيج المثانة، وهو الأمر الذي من شأنه زيادة خطر سرطان المثانة. قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 14 ألف بالغ مصاب بسرطان المثانة على مدى 3 عقود. قارن الباحثون بين معدلات البقاء لخمس سنوات عند المرضى الذين يدخنون أقل من 20 سيجارة في اليوم وعند المرضى الذين يدخنون أكثر من ذلك. وجد الباحثون بأن المرضى الأكثر شراهة للتدخين واجهوا خطر أكبر للوفاة في أثناء إعداد الدراسة، وذلك بالمقارنة مع المرضى الأقل شراهة للتدخين. وأشار الباحثون إلى أن مجرد التقليل من عدد السجائر المستهلكة في اليوم قد يحسن من معدل النجاة من سرطان المثانة. طيب هذا بالنسبة يعني أنا الدراسة شوية أشوفها بعدة أشكال. أنا ما أشجع على التدخين الإلكتروني، سيء أكيد لها أضرار، ويمكن أضرار اللي حين ما اكتشفناها، هذه واحدة من الدراسات اللي تقول. ولكن إذا ما نتكلم الحين، هذه الدراسة تتكلم عن التدخين العادي وعن التدخين الإلكتروني في نفس الوقت، فتحليل البيانات كان لـ 14 ألف مصاب على مدى 3 عقود. السجارة الإلكترونية طلعت يعني من كم طالع السيجارة الإلكترونية؟ بما أنك أنت عندك خبرة في هذا المجال أيمن، 5 سنوات أكثر أقل؟ إيه إنزين، هذا اللي سمعنا فيه وبدأت تنتشر يعني خلال 5 سنوات الماضية، ويمكن زايد أقل ما أدري. عموما النتائج اللي مرتبطة بسرطان المثانة في هذه الدراسة هي على السجائر التقليدية. الحين ما ندخل في الصراع الثاني اللي تعرشوا ان شركات السجائر هذه زين عندها بعض المصالح ان هي تحارب هذه السجائر الالكترونيه، لكن هذا مو معناته ان السجائر الالكترونيه مش ضاره، في لها اضرار يا جماعه الخير. يمكن ما بتبين يعني الحين بسرعه، لكن على المدى الطويل اكيد راح تبين. ومعظم الدكاتره عندنا يقولون ان ضررها ما يقل عن السيجاره العاديه. انزين فهذا يعني انا شو هذا ايمن يقول لك نيكوتين صافي. انزين ترى هالمطلوب، لا مو بهذا المدخن يدور عليه نيكوتين، هالمطلوب صافي. لا عموما احسن حل بطلوا تدخين، صح يا رؤى، كلامك سليم 100%. في واحد يقول عنده شكوى على مطار دبي، هذا يحولوا على برنامج البث المباشر. نحن حاليا معاكم في صحة وسعادة، هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. بعد الفاصل إن شاء الله ما نتعرف على بعض المواضيع الخاصة بشعبة الخدمات الاجتماعية بمستشفى دبي، بتكون معانا إن شاء الله رئيس هذه الشعبة اللي هي الأستاذة كفة الماطري. فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا، أرقام التواصل 600-551-1414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006. ويسعد صباحكم وتحية من فلسطين، صباح الخير لأهلنا وإخواننا الموجودين في فلسطين واللي يشوفونا ويتابعونا عبر الحسابات الخاصة بالسوشيال ميديا أو الانستغرام عموما اللي هو نور دبي، حساب نور دبي، وأيضا على حساب هيئة الصحة بدبي DHA_دبي. فاصل وراجعين. صحة وسعادة،
سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. للصباح رسالة تعني انسى حزنا مضى بالأمس وعش يوما جميلا. صباح الأمل من أبو يعقوب، صبحك الله بالخير يا أبو يعقوب. طيب نحن قلنا قبل الفاصل إن شاء الله بتكون معانا الأستاذة كفا الماطري من شعبة الخدمات الاجتماعية بمستشفى دبي، نتكلم عن الخدمات اللي تقدمها هذه الشعبة. لكن أول شيء صباحك الله بالخير هبة كفا، عفوا. صباحكم الله بالنور والسرور زميلي ومستمعينا في قناة إذاعة نور دبي. زين كفا، نحن منبلش الحوار معك، ولكن خليني اخذ هذه المداخله من عبد الرحمن. عبد الرحمن صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور استاذ محمود، بيض الله وجهك وجزاك الله كل خير. وهيك ابيض يا سيدي، امرني. اشكر الفريق القائم على انجاح هذا البرنامج وكل البرامج. استاذ محمود الله يحفظك، أنا ثقتي بعد الله عز وجل بهيئة الصحة وكل ما يتبع لها ثقة لا حدود لها، وهذا من واقع التجربة. أنا أشيد بمركز البرشا وأشيد بمستشفى راشد ولطيفة كل ما يتبع هيئة الصحة، أسأل الله عز وجل لهم مزيدا من النجاح والرقي والتطور والتقدم. لكن أنا أقترح فيما يتعلق بأمر العيون، طال عمرك العيون حساسة، وحصل ذهبت أنا وبعض أفراد عائلتي بوجود فيروس منتشر إلى البرشة، وما قصر ما قصرت الطبيبة لكن وصفت لنا شيء زاد الدين بالله، خاصة أن مسألة العيون ما عندنا فيها أي مشاكل ومن سنوات طويلة، فلأن أمر العيون حساس ولأن الحاجة إليه لا تتكرر دائما، أنا أقترح أن يكون طبيب أخصائي في مستشفى، أنا أسميها مستشفى البرشا، أنا ما شاء الله يعني على مستوى راقي هي لكن أو مركز، لكن يعني خدماتهم رائعة. أنا أتمنى أن تسبق أو أن تخطو الهيئة خطوة طيبة في موضوع العيون، بأن يكون طبيب أخصائي يعني يمكن أن يصل إليه المرء مباشرة. نحن خطنا خطوة المركز ثم التحويل الطويل جدا، وذهبنا إلى عيادة خاصة، أخذنا أوقات طويلة بعد اتصال بكثير من العيادات الخاصة، لكن بعد أن فاتتنا الهيئة وخدماتها الراقية والثقة الكبيرة التي في قلوبنا لها. طيب. فأنا أتمنى من ناحية العيون ولك الأجر أن تكون هناك خطوة طيبة في الموضوع، أن يكون هناك متخصص ولو في المنطقة التي فيها مركزان أو ثلاثة، منطقة برد دبي مثلا يومين هنا ويومين هنا ويومين هنا، ويقضى الأمر بإذن الله. اقتراحك دائما أمالنا في الله تعالى ثم فيكم كبيرة. زين اقتراحك عبد الرحمن أنا بحوله للمعنيين، ولكن تعرف عبد الرحمن أنا أتذكر ما أدري إذا تم تطبيق هذا النظام ولا لا بعده، أن هنالك يعني في أشياء معينة بيسوونها على أساس أنه بيكون في تطبيب عن بعد، هذه الصور الخاصة بفحص العيون بيتم يعني أخذها تماما بشكل مباشر، والتواصل مع المستشفيات المتخصصة اللي هي مستشفى دبي عموما هناك الأخصائيين موجودين يتواصلون معهم دايركتلي، ما أدري إذا طبقوه ولا لا، لكن أتذكر في مثل هذا النظام. اقتراحك مثل ما هو من أخذ هذا المقطع من أوديه حق الجماعة المعنيين، خاصة المدير التنفيذي مال القطاع أصلا طبيبة عيون. طول عمرك يا عبد الرحمن، جزاك الله خير، تسلم ما قصرت، وشكرا على يعني شوفوا لما نتكلم عن نقد بناء، ان النقد يسعى الى 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 الوصول الى الفائده الكبرى، فيعني هذه المداخله من ضمن المداخلات اللي احنا نتكلم فيها، ان فيها نقد بناء، فيها تطوير للخدمات، الرجل يبحث عن تطوير لهذه الخدمه ويتحدث عنها بشكل منطقي بشكل موثق. فهذه المداخلات اللي نحن نبغيها، نبغي نشوفها تساعدنا في تطوير الخدمات اللي موجودة عندنا، وما أعتقد أن الجماعة الموجودين عندنا اللي داخلين في هذا المجال عندهم أي مانع، سواء كانت المدير التنفيذي للقطاع أو العاملين في هذا القطاع
ما عندهم أي مانع أنه ممكن يتكلمون وممكن أنهم يأخذون مثل هذه الاقتراحات ويطبقونها. عموما نرجع لموضوع حلقتنا اليوم، وأدين يسألون شو موضوع الحلقة اليوم عندنا. نحن نتكلم عن شعبة الخدمات الاجتماعية بمستشفى دبي، هذه الشعبة اللي هي واحدة من الوحدات الأساسية اللي تقوم بدراسة حالات الحالات المرضية المعسرة في المستشفى والعمل على مساعدتها بناء على عدد من الشروط والضوابط اللي تشير إلى الحاجة الفعلية للمساعدة المالية العينية، وأيضا تنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج الدولة. فحياكم الله معانا، نتكلم عن دور ومهام هذه الشعبة. معانا الأستاذة كفا الماطري من شعبة الخدمات الاجتماعية. صباحك الله بالخير أستاذة كفا مرة ثانية، وعطينا فكرة عامة عن شعبة الخدمات والمهام اللي تقوم بها هذه الشعبة. صباحكم الله بالخير والسرور مرة ثانية لمستمعينا. هذه أولا أود التنويه بأن هذه الخدمة الاجتماعية ضمن مبادرة عام الخير ومن توجيهات المدير التنفيذي لمستشفى دبي الدكتور عبد الرحمن الجسمي. تم إنشاء هذه الشعبة ضمن مبادرة عام الخير لمساعدة وتسهيل على الحالات المعسرة، لتسهيل عليها لتوفير عليها المادة والأمور، لتسير عليها إجراءات لأنها تتخذ العلاج اللازم دون أي معسرات أو أنزل. يعني الحين إذا أنا بتكلم عن هذه الأمور اللي أنت سويتها، أول شيء كم عدد الحالات اللي قامت الشعبة يعني بدراستها اجتماعيا، خلينا نقول خلال الشهر اللي طاف مثلا، شو الحالات اللي كم عددها، وشو أيضا النواحي اللي أنتوا تركزون عليها في دراسة الحالة؟ خلال شهر أبريل قمنا بدراسة ما يقارب 30 حالة اجتماعية. هذه الحالة الاجتماعية كانت تتركز على الأمراض، عدة أمراض خصيصا أو أكثر الأمراض التي كانت تواجهنا في دراسة الحالة اللي هي أمراض السرطان، مرضى السرطان. فكرة شعبة الخدمة الاجتماعية هي تسهيل مثل ما قلت لك على المريض اللي هي توفير العلاج له ودفع أو يعني رفع، ليس فقط من الناحية المادية وإنما أيضا من الناحية المعنوية، لتسهيل وتخفيف على المريض التفكير بحالته، بالحالة اللي المعسرة أو عدم قدرته، يعني فوق هم المرض عند هم المادة. أي نعم. فنحن قبل ما أولا هذه الشعبة أنا لا أسميها بشعبة الخدمة الاجتماعية وإنما أسميها بشعبة إسعاد المرضى. هذا عادة كلمة حين عبد الرحمن الجسمي خيغير اسمها ها؟ بإذن الله. هذه الشعبة أنا أخذها بهذا المنظور، هي ليست فقط شعبة الخدمة الاجتماعية وإنما شعبة إسعاد المرضى. نحن هنا في مستشفى دبي، وضمنا مبادرة مثل ما قلت لك عام الخير، ومن توجيهات المدير التنفيذي عبد الرحمن الجسمي، نحن أي مريض يدخل لمستشفى دبي ليس يعني نريد أن لا نخلي يعني يحس أن هناك يعني عائق جو مستشفى وعائق وأرق وغير المرض، أنه يفكر تبغونه مرتاح. أي نعم، أنه هو أوردي يعني داخل مريض، فما نبغى ناخذ يعني يزيد هم أنه كيف بيدفع ولا كيف التكاليف، لأن في بعض الأمراض أو بعض الأدوية في المستشفى يوم المريض يتعالج هناك تكلفات عالية. صح. مثل شو يعني مثل شو من عندنا الأمراض؟ مثلا عندك مثلا أمراض السرطان، هذه أمراض مرض السرطان بأنواعه تكلفة علاجه جدا مرتفعة. فكذلك نحن من باب أن نحن نخفف على المريض عبء التفكير بالدفع وكيف أنه يتم كيف ممكن أنه يحصل على العلاج كاملا دون أي تفكير، نحن نقوم بتوفير الخطة العلاجية له، أو يعني تم هناك عندنا اللي هو مثل الاشتراك، عندنا اللي هو
عندنا اوريدي نحن يعني مشتركين مع جهات اخرى شراكة. اي نعم هناك شراكة مع جهات اخرى لامراض السرطان. والله انا ما امانع ان كنت تقولين اسامي الجهات الثانيه اللي يشاركون معاكم في هذا العمل الخيري اذا في شركات حتى خاصه ممكن نحن لان مثل هذه الامور نحن نشجع عليها. نتمنى من كل الشركات نتمنى من كل رجال الاعمال انهم يساهمون بشكل او باخر في هذا الموضوع. من هذه الشركات اللي هي أو اللي هي شركة عندنا اللي هي شركة بايزر الأدوية. هذه الشركة توفر 51 نوع من الدواء لأمراض السرطان. يتم ذلك عن طريق المريض المتعسر. أولا ينا طلب من الدكتور اللي هو المسؤول عن الحالة. ينا طلب من عندي اللي أنا كمكتب الخدمة الاجتماعية يتم دراسة هذه الحالة ومن ناحية من عدة نواحي يتم دراستها. شو النواحي هذه خبريني؟ شو الشروط اللي لازم تتوفر عشان أنتوا تدعمون هذا المريض؟ تذكرين ولا؟ هذه هناك عدة يعني عدة جوانب نحن ناخذها في الدراسة. مثلاً. أول جانب اللي هو الجانب الصحي. أولاً هذا أول شيء الجانب الصحي يتم دراسة الحالة من خلال الجانب الصحي. شو المطلوب أو شو ما الذي يحتاجه المريض؟ احتياجات هذا المريض من الأدوية من نوع يعني من الأدوية التي يحتاجها. الخطة العلاجية يتم توفير الخطة العلاجية من قبل الدكتور أولاً. كتابة الخطة العلاجية من كل من جميع النواحي من ثم ندرسها مرة ثانية مرة أخرى من ناحية الصحية ومن ثم أيضاً كذلك هناك الجانب الاجتماعي. بس أوضح نقطة الجانب الاجتماعي من خلال اللي هي ما هي الالتزامات اللي على هالمريض العمل الذي يقوم به الدخل كم دخله شو الالتزامات اللي عليه من ناحية مثلا الإيجار وما شابه ذلك. ومن ثم تم كتابة نبذة عن المرض ورفع التوصيات للجهات المعنية في ذلك. طيب تحية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتحية خاصة إلى دبي وشكرا على جهودكم وإبداعاتكم. دكتورة ندى داشة في هذا وتقول سمعت مدح للبرشة. زين يوم أنا كنت ما عندك شغل كانية الإذاعة ها؟ يعطيكم العافية على النصائح الطبية. دائما مبدعين هيئة الصحة بدبي وما يشعرونك أنك مريض يقفون معاك كانهم هلك. والنعم فيهم واشكرهم من اكبر موظف لين اصغر موظف. شكرا لك على هذه الرساله الايجابيه. صباح الخير صباحكم الله بالنور. طيب بخصوص عياده ند الحمر معامله راقيه ودكاتره ممتازين وخدمه عملاء وجميع الموظفين بالاستثناء. شكرا لك. ركزوا في قسم اقامه المرضى لاني عن تجربه سابقه من 3 سنوات عانيت من أسلوب الممرضات. هالمبادرة نتمنى تركيزها في جميع الأقسام لمراجعات نفسيات المرضى والتعامل الصحيح معهم. والله كيف ليش ما تسوون مثلا دائما يكون عندكم استبيان أو عندكم دراسات معينة للمرضى أن الواحد نحن ممكن... نقوم بذلك. أنا قبل ما أمسك شعبة الخدمة الاجتماعية كنت في العلاقات العامة في مستشفى دبي. فكانت عندنا مثل الاستبيانات عن دائما تكون هناك استبيانات يومية وتقارير أيضا تطلع بشكل يومي وتقارير شهرية عن هذه وترفع هذه لمدير التنفيذي لمستشفى دبي الدكتور عبد الرحمن الجسمي. يتم دراسة أو يتم هناك مثل الاستبيان يتم المرور على الأقسام على المرضى. تم خلال الاستبيان يتم أسئلة المريض من خلال ما هو يعني هل هناك مرور على التجربة مالته أو الخبرة اللي يعني حصلها من خلال تعامله في المستشفى صح؟ إيه يعني بشكل عام من ناحية جانب مثلا المرور الأطباء التمريض كيف معه الوجبات المقدمة التنظيف عدة جوانب كان هناك استبيان تطلع من هذه الأشياء. جميل. الحين بس أنا عشان أتكلم عن موضوع الخدمة أختي كيفة يعني هذا آخر سؤال عندي. شو الإجراءات اللي أنتوا تسوونها بعد الانتهاء من الدراسة الاجتماعية للحالة المرضية؟ وأيضا كلمة أخيرة تبغين توجهينها كذلك للمستمعين. نحن بعد ما نقوم بدراسة الحالة هناك عدة مؤسسات خيرية وجهات خيرية في دولة الإمارات دولتنا الحبيبة على شراكة معها مثل مؤسسة
مؤسسة دار البر ومؤسسة الهلال الأحمر بفروعها بدبي والشارقة وعجمان والعين ومؤسسة الجليلة وكذلك مؤسسة النابودة. هناك عدة مؤسسات خيرية يتم التواصل معها من خلال دراسة الحالة من قبلنا، ومن ثم إرسال هذه دراسة الحالة مع الأوراق المستلزمة أو الأوراق اللازمة لاستكمال يعني توفير المساعدة. بعد ذلك يتم التواصل من خلال رقم التواصل للمريض، يتم التواصل مع المريض عبر يعني كم رقم التواصل تذكرينه؟ تواصل أي تواصل؟ أنت قلت يتم التواصل مع المريض. مع رقم المريض. إيه بس أنت وكم رقم التواصل معاكم؟ معانا نحن 219-5000 219-5000 5000 شعبة الخدمة الاجتماعية، أو ممكن تتواصلون بعد كذلك على 800-342 هذا الرقم على 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. كيف نحن شاكرين لك هذا التواصل. بس آخر سؤال، هل الخدمة للجميع أو للمواطنين فقط؟ لا، هذه الخدمة الاجتماعية أكيد للجميع، ليس لديها أي تحديد. هذه الخدمة الاجتماعية خدمة إنسانية، خدمة مثل ما قلت لك أنا لا أسميها خدمة اجتماعية ولا خدمة إنسانية، وإنما خدمة لإسعاد المرضى. يا سلام. فأنا من هذا المنبر أقول والكل يسمعني، أنا في خدمة ونحن المستشفى باسم المستشفى كامل، لأن هذه الشعبة تطلع باسم المستشفى وليس كاسمي أنا فقط. كفى نحن نريد كل المرضى الذي يدخلون لمستشفى دبي يتلقون العلاج، لا أحد يدخل مستشفى دبي دون تلقي العلاج من ضمن مبادرة إسعاد المرضى. فأنا يعني بالعكس هذه للجميع، وفي أي وقت بطلع فاصل كذا. المشكلة أن هاي الشعبة وايد فيها كلامي لازم أتكلم. أحس لين نحن بعدني ما قلت اللي في خاطري. جزاك الله خير، إن شاء الله نحن بتكون لنا لقاءات قادمة منعرف الجمهور أكثر على هذه الشعبة. الأستاذ كفى الماطري رئيس شعبة الخدمات الاجتماعية في مستشفى دبي، شاكرين لك هذا التواجد. مستمعينا بعد الفاصل نتكلم عن مركز دبي للتبرع بالدم، وايد موضوع مهم، فتابعونا فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، وبرعاية الدكتور نيوتريشن. إذن مستمعين، نحن كنا نتكلم قبل الفاصل عن بعض الخدمات الاجتماعية، ولكن حينما نتكلم عن موضوع وايد مهم، وايد موضوع إنساني، وايد أنا أشوف الشغلة هذه إن من أرقى الأعمال اللي الشخص ممكن يسويها. فما نتكلم عن خطة مركز دبي للتبرع بالدم خلال شهر رمضان، معانا عبر الهاتف الدكتورة مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم، طبعا استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك وفصل الصيف بشكل عام. وضع مركز دبي للتبرع بالدم خطة شاملة خلال هذه الفترة لجمع وتأمين كميات مناسبة للمرضى لتفادي حدوث أي نقص في احتياجات مركز الدم ومشتقاته، بسبب أنتم عارفين شهر رمضان وقلة عدد المتبرعين وموسم الإجازات الصيفية، هذه كلها مع بعض. فصبحت الله بالخير دكتورة. أول شيء صباح النور والسرور دكتورة. الآن يعني نحن نتكلم عن هذا المركز ونتكلم عن خطتكم القادمة، فخبرينا شو هي خطتكم خلال شهر رمضان وموسم الصيف بشكل عام لتأمين كميات الدم الكافية للمحتاجين من المرضى. نعم، أول شيء أستاذ محمود أشكرك طبعا دائما على هذه اللقاءات، وأشكر نور دبي لأنه من خلالكم نقدر نوصل للجمهور. خلال فترة شهر رمضان إن شاء الله المركز لح يكون فاتح لاستقبال المتبرعين بالدم من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، ثم يفتح المركز مرة ثانية من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 1 صباحا لاستقبال المتبرعين بالدم في أيام من الأحد إلى الخميس. بالنسبة طبعا هذه أوقات العمل للتبرع بالدم الكامل، كذلك المركز حيكون مستعد لاستقبال التبرع بالصفائح الدموية من الساعة 7 صباحا والثانية إلى حد الثانية ظهرا أيام الأحد إلى الخميس، لأن نكون طبعا بحاجة إلى الدم وبحاجة إلى الصفائح الدموية اللي تستخدم في حالات النزيف.
المركز طبعا عمل خطة شاملة حتى نقدر نغطي احتياجات المرضى، لأن مثل ما ذكرت حضرتك أنه في شهر رمضان كثير من الناس اللي يتبرعون بالأيام الاعتيادية يصعب عليهم التبرع في شهر رمضان، بالإضافة لأنه كونه صيف وفي كثير إجازات. حرصنا أنه يكون مواعيد العمل تتناسب مع الصائمين، فهيكون المركز مفتوح من 8 مساء للوحدة، وكذلك المركز موجود للأفراد اللي يستطيعون التبرع بالدم من غير المسلمين اللي هم ما يكونون صائمين، وذلك طبعا لسد احتياجات المرضى لأنه يبقى الاحتياج متزايد في فترة رمضان وفترة الصيف، لازم نغطي الاحتياج من قبل المتبرعين، لأن طبعا دائما نذكر ونقول أنه لا يوجد مصدر للدم سوى من المتبرعين المتطوعين الكرام. جميل. المركز طبعا يستقبل المتبرعين، بالإضافة لأنه باصات بنوك الدم المتنقلة، الحافلات المتنقلة راح تكون متواجدة بشكل يومي في عدة مكانات، في المساجد، في خيمات الرمضانية، بالإضافة إلى كثير من الجمعيات الإنسانية والتطوعية. ففي عندنا برنامج تم تنظيمه، ولح يقوم المركز بإعطاء المعلومات بالنسبة لتواجد حافلات بنك الدم المتنقلة إلى مركز خدمة العملاء التابع إلى هيئة الصحة في البيت، وممكن الأشخاص اللي يرغبون بالتبرع الاتصال بمركز العملاء اللي يردون على المكالمات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، بالإضافة طبعا إلى أنه مركزنا موجود في ساعات العمل للرد على استفسارات المتبرعين بالدم. جميل. السلام عليكم من الصين، أهلا فيكم. تبرع بالدم موضوع حلو وحلو كثير. طيب، وفي حد يقول أتمنى وزير الصحة يزور عيادة المزهر. نحن إن شاء الله إذا عندك أي ملاحظة على عيادة المزهر خبرنا. دكتورة، نرجع لموضوع التبرع بالدم وخاصة في رمضان. أول شيء، هل التبرع بالدم يفطر الصائم أم لا؟ هذا واحد. اثنين، هل له تداعيات معينة أن الواحد ممكن يقول أن أنا يعني في رمضان روحي ما أكل وايد ولا ما أدري كذا أو عندي بعض الأشياء، هل التبرع بالدم بيأثر عليه في اليوم الثاني من الصيام ولا لا؟ نعم، بالنسبة إلى هل يفطر ولا يفطر، هل يفطر أو لا؟ طبعا وزارة الصحة في كل عام تصدر مثل تعميم اللي هو صادر عن الشؤون الإسلامية من المملكة العربية السعودية، اللي فيها لا يفضل تبرع الصائم أوقات يكون فيها صائم على أنه يفطر الحاجم والمحجوم. طبعا هو اللي يتبرع بالدم ما يفطر، بس في حالة لو تم يعني حصول إغماء عند أثناء التبرع، فكإجراء طبعا من قبل الكادر الطبي انه في اجراءات طبيه، تغيير يعني انه وضع راسه الى الاسفل ورفع رجل القدم الى الاعلى، لكن بالاضافه لهذا يتم اعطاء سائل او اعطاء عصير للمتبرع، وبهالحاله رح نكون احنا سبب في افطاره. فاحنا ما ننصح المتبرعين بالتبرع صباحا قبل الافطار، وقت الافطار، بس ننصحهم بالتبرع بعد الافطار. عاده بعد صلاه التراويح المتبرعين يتبرعون بالدم، بالعكس يخليهم يحسون بنشاط وبحيويه، ويكون في عنده كثير ساعات يقدر يعوض السوائل وياكل لحد ما يبدي صيامه لليوم التالي. فلذلك احنا حرصنا انه يكون المركز في عند ساعتين فترات زمنية يعني مختلفة لغير الصائمين وللصائمين، لانه حقيقة يعني اليوم احب ان ابلغ الجمهور ويعني ان شاء الله يوصل صوتنا لهم انه توفير الدم بالكميات اللازمة وبالوقت المثالي حسب حاجة المرضى هو تحدي كبير يواجه جميع بنوك الدم في العالم. صحيح. فإحنا في حاجة للمتبرعين بالدم،
جد قاعدين نسحب لنصرف والطلب في تزايد. لأنه طبعا توسع وتطور الخدمات الصحية في دولة الإمارات وفي إمارة دبي مع السياحة العلاجية، فكل هذا يطلب من أدنى زيادة في عدد وحدات الدم المسحوبة. طيب. فالتبرع بالدم أثناء في فترة رمضان بالعكس مرغوب به ومحبذ به، عمل إنساني. المسلمين وغير المسلمين نوجههم للتبرع بالدم، وما يأثر على صيام الشخص في اليوم اللي بعده. وأيضا من باب الأجر دكتورة، الأجر يكون مضاعف في رمضان، فما بال الواحد يتبرع بالدم خلال هذا الشهر الكريم. يعني أنا أعتقد أن من الأعمال الإنسانية اللي لازم تسعى لها، الواحد يتصدق، الواحد يسوي، والواحد يعمل الخير. ومن ضمنها من أرقى الأشياء اللي ممكن تسويها أنك تتبرع بدمك لأخوك الإنسان اللي محتاج هذا الموضوع. دكتورة، في مجموعة أسئلة على السريع. شو أحسن التبرع قبل الإفطار وبعد؟ الدكتورة جاوبت. اللي حاب يتبرع عادي لو كان بعمر 17 و18 سنة؟ احنا 17 ونص هو الأمر الرسمي حسب نظام نقل الدم اللي صادر عن مجلس الوزراء الموقر 18 سنة. 18 احنا سنة. نقبل 17 ونص بس بموافقة ولي الأمر. جميل. طبعا إجراء فحوصات طبية ويكون فت يعني حق التبرع. نعم. كم مرة ممكن يتبرع الشخص بالدم في السنة؟ بالنسبة للرجال ممكن يتبرعون 5 مرات، بالنسبة للنساء من فضل يكون تبرعهم أكثر من 4 مرات. التبرع كل يعني شهرين ممكن بالنسبة للدم الكامل، لأن هاي فترة الشهرين ممكن الجسم يلحق يعوض كل اللي فقده أثناء التبرع من سوائل ومن بعض مثلا الحديد اللي يفقده أثناء التبرع إذا أكل أكل متوازن. جميل. اللي فيه السكر فوق 200 ممكن يتبرع؟ اللي عنده سكر وياخذ كعلاج إلى حبوب مش إنسولين ممكن يتبرع إذا كان السكر في معدلات الطبيعية يعني كنترول، بس إذا يكون السكر عالي وغير منتظم لا ينصح بتبرع، وإحنا ما نقبل المتبرعين إذا يكون في عندهم سكر غير منتظم أو يأخذون إنسولين. كيف يمكن معرفة أين يتواجد باص التبرع بشكل يومي؟ أنا أقول لك شيء، أنت عندك مركز التبرع بالدم موجود في مستشفى لطيفة، من يشتغل في الأيام العادية من 7:30 دكتورة إلين 7:30. نعم حاليا نشتغل احنا من 7:30 صباحا بصورة مستمرة إلى 7:00 مساء لاستقبال المتبرعين. جميل. هذا واحد. الباص كيف ممكن يتعرفون عليه يوميا دكتورة؟ مثل ما قلت انه الجدول اللي احنا عمله اسبوعيا راح يتم اعطاء الى مركز خدمه العملاء في هيئه الصحه. اعطونا اياه بعد دكتوره، نحن بنحطه في وسائل التواصل أكيد الاجتماعي. أكيد كذلك ان شاء الله. انزين. ولان احنا طبعا من ننظم مع جهات مختلفه الباص يروح عده مكانات، فاحنا يعني فائدنا الحين جدول لشهر رمضان كامل. ممتاز. بس نحب عنا لان كثير من الجهات تاجل الموعد او تلغي، فنحب نعطيه صوره اسبوعيه على ممتاز. أساس نتأكد من الجهات. ممتاز. ومن نعطي المعلومة الصحيحة للأشخاص اللي يرغبون. ممتاز جدا. ممتاز دكتورة، أنت قلتي أن الواحد يعني يحتاج شهرين عشان يحصل الأشياء اللي فقدها في التبرع بالدم، ونحن نقول أن التبرع بالدم هو فيه فائدة. فقدان مثل هذه الأشياء شو فائدتها دكتورة؟ هو التبرع بالدم المنتظم يعني أثبتت كل الدراسات الطبية أنه يقلل من نسبة الإصابة بالجلطة القلبية والجلطة الدماغية، وكذلك طبعا يساعد على تجديد خلايا الدم. فمن يتبرع الشخص كمية من الدم جسمه لحي نخاع العظم يرجع يكون الخلايا اللي فقدها، وبهذا طبعا لحي يجدد الخلايا الدموية الموجودة عنده. بالإضافة طبعا إذا الشخص يكون عنده ارتفاع في نسبة الحديد في الدم وهو اللي موجود عند مثل أكثر المدخنين، فالتبرع بالدم بينزل من نسبة الحديد الزائد. صح. بالدم. وبالإضافة طبعا إلى مثل ما ذكرنا أنه هو عمل إنساني نبيل. صحيح. من أرقى الأعمال الإنسانية، لأن المتبرعين اللي يتبرعون بالدم هم طوعيين
ودائما دمهم يروح إلى أشخاص سوف لن يقابلوهم في حياتهم. لكن يعني سبحان الله هو دمه لوين يروح. يمكن اليوم اليوم أنت تتبرع، يمكن سبحان الله الله لا يقول يعني حد يحتاج أو أنت تحتاج الدم في يوم من الأيام فتحصل لك هذا الدم يكون متوفر. فهي عملية الواحد يفكر فيها بشكل متقدم. دكتورة أنا أبغيك أسبوع الجاي إن شاء الله أو بعد تكونين معايا في الاستوديو. في واحد يقول يقول على موضوع السكر، ليش ما تأخذون منه دم؟ دمه حلو. المركز الصحي بالبرشة هل يقبلون التبرع بالدم؟ لا، التبرع في الدم في إمارة دبي موجود فقط، يعني هذه الخدمة في مركز دبي للتبرع بالدم كمركز، زائدا الحافلات التبرع التابعة بالمركز. وهذا طبعا إجراء صحيح، لأنه من خلاله تنضبط عملية التبرع بالدم ونقل الدم، لأن الدم سائل حيوي يعتبر مثل دواء. فعملية سحبه وجمعه ونقله وتكوين المكونات كلها تنعمل تحت ضوابط شديدة، والمركز طبعا معتمد من قبل جمعية بنوك الدم العالمية ويتبع المعايير السلامة، لأن الدم بعد سحبه وفحصه يتم إعطائه إلى المريض عن طريق الوريد، فلازم يكون كثير من المعايير اللي تخص خزنة ونقلة في طبعا أجواء حارة مثل أجواءنا هنا، فكثير من الإجراءات المشددة. بس طبعا إحنا كمركز ندرس مع الإدارة العليا، أولا في باص جديد إن شاء الله حينضم للخدمة قريبا، خليه حق الأسبوع الجاي، نحن ما نبغي نعلن عنه دكتورة الأسبوع الجاي. بعد يعني ندرس إنه ممكن نسوي عيادات ثابتة في مستشفيات، مثلا كنا نفكر في مكان اللي يكون فيه عدد كبير من المراجعين، مثلا قسم الطوارئ في مستشفى راشد، بس هذه بعدها تحت الدراسة. والله دكتورة جميل لو سوينا، والله نشوف اقتراح جدا جميل ومنطقي منطقي. الواحد ممكن هذا يعني الواحد يتبرع بالدم، اعتقد انه في 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 الطوارئ وايد ممتاز. ايه بتكون في غرفة يعني مخصصة ونقدر نسحب، لان يكون في حوادث الناس تشوف كيف مثلا لا سمح الله الله يبعد عنهم شخص أقاربهم أو أهلهم بيحتاجون دم، فهم بيتبرعون دم لناس ثانيين يكونون بنفس الحاجة للدم. جزاك الله خير يا دكتورة، وإن شاء الله الله يوفقكم إن شاء الله في جميع خططكم. في أقل من نص دقيقة دكتورة، يعني كلمة أخيرة. والله في هذا العام عام الخير الحمد لله في إقبال كبير من جميع الجهات، من الأشخاص اللي يرغبون بالتبرع بالدم ويرغبون في دعم خدمات نقل الدم، بالإضافة للجهات الأخرى الحكومية والخاصة اللي ترغب في دعم هذا العمل الإنساني في طبعا هذا العام وطبعا في كل عام، بس الحين عام الخير احنا بدنا نشوف نركز اكثر كبير. وطبعا انصح مثل ما ذكرنا انه جميع الاشخاص اللي حالتهم الصحيه تمكنهم من التبرع بالدم بمساعده اخوانهم المحتاجين الى دم، ف تبرع بالدم يفيد في فوائد كثيرة. وبالإضافة لهذا يعني في شهر رمضان ممكن للشخص الصائم أنه يتبرع بالدم بدون التأثير على حالته الصحية أو إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك يا دكتورة. أتعاطى حبة سبرين مميع للدم يوميا وذهبت للتبرع فرفضوا أن أتبرع، كم يوم يجب أن أقف أوقف السبرين لقبول التبرع دكتورة على السريع؟ والله الأسبرين إذا يأخذوه مش يعني كعلاج منتظر، هل مميع للدم؟ 48 ساعة. 48 ساعة. الأسبرين مميع للدم. إيه 48 ساعة وترجع. شكرا لك نعم. دكتورة مي، وشكرا لكم مستمعين. شكرا دكتورة مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم. إن شاء الله ما نحاول نستضيف الأسبوع القادم ما نتكلم بشكل مسهب عن موضوع التبرع بالدم. لو في تطبيق لأقرب مركز تبرع بالدم مفتوح وقت رغبة المتبرع بالدم، في شيء وايد جميل بيستوي إن شاء الله في الأيام القادمة، وهذا وعد إن شاء الله مني جاهز، بس عملية الإطلاق. حتى نلقاكم إن شاء الله مطلع الأسبوع القادم. تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وكان معنا في الإخراج أيمن سرحيل وميرا الغفري. شكرا لك ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.